اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان تقرير يعني حاجه صغيره من اللي عملها عادل مصطفى في حياته. عادل مصطفى كان لعيب عالي جدا، لعيب كده يعني ليه طابع خاص، لكن عادل مصطفى ملوش في اللي هو ان انا الجو اللي هو لعيبه الكوره اللي هم ليهم في اللف والدوران، عشان كده ما خدش حظه قوي، لكن اعتقد ان هو عمل 75% من اللي انت كنت عايز تعمله. طبعا انا بشكرك طبعا على التقديمه الجميله دي، وبشكرهم على التقرير الحلو ده، بس انا في حاجه عايز اوضحها في التقرير بتاعت الاستغناء من النادي الاهلي. النادي الاهلي كان في سنه 2004، انا كنت قعدت سنه، السنه دي ما كنتش بلعب خالص، كان جات لي اصابه في سيمي فاينال كاس مصر 2003. بعد الاصابه دي قعدت 6 شهور، جالي شلل مؤقت في رجلي، قعدت 6 شهور ما لعبتش، وبعد 6 شهور دول قعدت 4 شهور اعمل تاهيل، وبعد ال4 شهور دول كان رجع مستر مانويل جوزيه من الفتره الولايات الثانيه ليه، وانا ما كنتش في حالتي يعني، ما كنتش في حالتي، والنادي كان بدا يشتري لعيبه، وفي الوقت ده احنا ما كناش بنلعب صانع لعب. الفتره بتاعت مانويل جوزيه الاولانيه كنا بنلعب 3 4 3، كان كلها يا اما 2 ديفندرز يا اما ايه 3 ايه الصراع اللي قدام. تمام. ما كانش في صانع لعب. صانع لعب شويه اتخلق لما وتريكا رجع، بدانا نلعب بده. فانا كان دوري، كنت انا متصنف في الفتره دي خط وسط مدافع، والنادي الاهلي بدا يشتغل، كان حسن مصطفى رجع وكان شوقي موجود وكان عاشور لسه طالع. فانا كان في اتفاق بيني، وكان كابتن خطيب كان موجود في الوقت ده، وهو كمان حتى يعني شل الموضوع ده، يعني ان انا رحت قلت له كابتن انا مش هقدر العب، وكابتن ثابت كان موجود الله يرحمه، قلت له انا مش هقدر العب، انا عايز اخد فرصه ان انا العب، وانا مش يعني هقعد في الاهلي، هقعد هفضل قاعد فتره طويله. حتى كان في اتفاق يعني، حتى انا الوحيد اللي مشيت في الفتره دي بدون مقابل. يعني كل الناس ماشيه بفلوس، انا اللي كان في اتفاق بيننا ان انا عايز العب، وانا يعني ما كانش واضح ان الفتره دي انا هلعب ولا مش هلعب، بس كان في اتفاق، ويعني الحمد لله يعني طلعت بشكل كويس، ما كانش استغنى يعني. في ناس كتير جدا، ناس قريبه مني بس هي اللي كانت عارفه الموضوع ده، وانا اتكلمت فيها بعد كده في مع يعني في حلقات على بعد مثلا حوالي 10 سنين او 12 سنه. انا اول مره اعرف القصه دي. بس فدي برضو نقطه كنت عايز اوضحها يعني. انا اول مره اعرف القصه